للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. Les mois de l'année. أشهر السنة. سنتعلم في هذا الدرس الأشهر باللغة الفرنسية وكيفية كتابة اختصارات الأشهر بالإضافة إلى حروف الجر المستخدمة معها، مع ذكر الكثير من الأمثلة وكيفية السؤال عن الأشهر. كما يمكنكم ترك أي سؤال متعلق بالدرس ضمن التعليقات وذلك للإجابة عليها. تحتوي السنة على 12 شهرا، وهي جانفيه كانون الثاني، فيفغيه شباط، مارس آذار، أفريل نيسان، ماي أيار، جوان حزيران، جوية تموز، أوت آب، سبتمبر أيلول، أكتوبر تشرين الأول، نوفمبر تشرين الثاني، ديسمبر كانون الأول. اختصارات الأشهر بالفرنسية: جانف، وهو اختصار لشهر جانفيه كانون الثاني، فيفغ وهو اختصار لشهر فيفغيه شباط، مارس شهر آذار، أفغ اختصار لشهر أفغيل نيسان، ماي شهر أيار، جوان شهر حزيران، جوي جويل اختصار لشهر جوية، تموز، أوت شهر آب، سبت اختصار لشهر سبتمبر أيلول، أكت اختصار لشهر أكتوبر تشرين الأول، نوف اختصار لشهر نوفمبر تشرين الثاني، داس اختصار لشهر ديسمبر كانون الأول. ملاحظة: نستخدم مع أشهر السنة حرف الجر أن كما يمكننا القول أو موا دو بمعنى في شهر، فنقول مثلا أون أوت في آب أي في أغسطس، أو موا دو أوت في شهر آب. سنأخذ أمثلة على ذلك: On fête la journée mondiale de la santé en avril. On fête la journée mondiale de la santé en avril. يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في نيسان أبريل.
L'école sera fermée au mois de juin. L'école sera fermée au mois de juin. سيتم إغلاق المدرسة في حزيران أي يونيو. كيفية السؤال عن الأشهر والإجابة عليها؟ En quel mois sommes-nous? En quel mois sommes-nous? في أي شهر نحن؟ Nous sommes en avril. Nous sommes en avril. Nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril. نحن في شهر نيسان. وفي النهاية سنأخذ بعض الأمثلة. En quel mois célèbre-t-on la fête des mères? En quel mois célèbre-t-on la fête des mères? في أي شهر نحتفل بعيد الأم؟ En mars. En mars. في شهر آذار. Quand l'école sera-t-elle fermée? Quand l'école sera-t-elle fermée? متى ستغلق المدرسة أبوابها؟ Au mois de juin. Au mois de juin. في شهر حزيران. En quel mois célèbre-t-on la fête de Noël? En quel mois célèbre-t-on la fête de Noël? في أي شهر نحتفل بعيد رأس السنة؟ En décembre. En décembre. في شهر كانون الأول. En quel mois Adèle est-il né? En quel mois عادل est-il né? في أي شهر ولد عادل؟ En septembre. En septembre. في شهر أيلول. On fête la journée mondiale de la santé en avril. On fête la journée mondiale de la santé en avril. نحتفل باليوم العالمي للصحة في شهر نيسان. En novembre, en novembre, on célèbre la journée internationale des hommes. En novembre, on célèbre la journée internationale des hommes. في تشرين الثاني نحتفل باليوم العالمي للإنسان. Je vais voyager à Paris en juillet pour compléter mes études. Je vais voyager à Paris en juillet pour compléter mes études. سوف أسافر إلى باريس في شهر تموز كي أكمل دراساتي.